المشكلة ديال العيون بإقليم الحاجب بشكل عام ومدينة الحاجب بشكل خاص هي من المميزات اللي ممكن يراهن عليها الإقليم في السياحة البيئية والسياحة الطبيعية، وهي قاطرة ديال السياحة وخاصة في المحطات السياحي الوطني اللي كيراهن عليها المغرب، باش لأن السياحة هي مهمة والإقليم ديالنا كيتميز بهذه السياحة البيئية والسياحة الطبيعية. إلا أن المشكل اللي كتعاني منه العيون بشكل عام في إقليم الحاجب هي مشكل ديال التلوث، حيث أنه تلقاو أن الآثار الحقيقية ديال هذه العيون بدات تتأثر إما بوجود بعض المطارح في الأعلى ديال المنطقة ديال الحاجب، مثل مثلا أغوراي المطرح اللي فيات الحالي أو المطرح الإقليمي المجمع قيام بغي أثرنا على المدينة عين معروف ولا عين العيون في الاتجاه ديال منطقة قروان. وبالنسبة للمنطقة العيون ديال الحاجب بحال عين خادم اللي كتواجدوا بها الآن أو بعض العيون المتواجدة في اتجاه كيفان وكدربالة، كاين الناس اللي كيستعملوا الأسمدة بزاف، وداك الأسمدة بواحد الشكل مكثف اللي غتأثر على 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 المياه الطبيعية. الآن موجودين بواحد المنبع من ثلاث من المنبعين أو ثلاث من المنابع الأخيرة اللي بقات في مدينة سبع عيون. كما ذكرت مدينة سبع عيون سميت على غرار المنابع اللي كانت موجودة بها، لأنه كما كانوا كيحكيو لنا الآباء ديالنا والأجداد ديالنا من هذه المنطقة هذه كانت صغار بمجموعة من المنابع اللي كان الصبيب ديالها قوي، ولكن لسوء الحظ احنا دابا كنعيشوا في واحد الوضعيه اللي هي كارثيه، لانه هاد المنابع كامله ولينا كنلقاو كيبقاو لنا غير جوج المنابع اللي بقات صامده في وجه العوامل لا المناخيه ولا البشريه، لانه حتى الان مازال ما لقات حتى شي يد خير اللي ممكن انها تجي وتستثمر فيها المال ديالها، تستثمر الاموال ديالها من اجل الارتقاء بها لا في المجال السياحي ولا في المجال الايكولوجي. العين ديال اللي حدا المجاورة العين الجوية تسمى المسمات ديك، من خلال المعرفة ديالي لها أنها كانت كان الجرانية ديالها في هذا الإطار ديالها، ولكن دابا مابقاش نظرا لعدة عوامل منها أساسا هو حفر الآبار في الاتجاه ديالها. حنا كما كنلاحظوا الأيمن عين اللي هي عين الجوي، وعلى الأيسر كاين المصب ديال واد الحار، جاو تلاقاو هنا في هاد المنطقة هادي، ورجع الواد كله واد الحار.